فضل من الله هاي العناية اللي وصلتنا. تمام، هو عالم جاي تسألنا على عناية الأسعار بلاش، تعرفون شنو بلاش؟ شوفوا له هذا المنتج، هذا مشقر، مشقر مع الشعر كله وكالة مال دبي، شوفوا سعره 1000 دينار، اللي يريد جملة عنده جملة، واللي يريد مفرد عنده مفرد، غراض خير من الله، خير من الله، يعني من أقول لكم خير من الله. خلنا نشوف هذا شامبو ياباني شرط فول، سعره 1000 دينار بس، غراض خير من الله، كله جونسون وكالة. هاي الغراض شوفوها وخليكم وياي، راح اروح على المخزن لان حملت بضاعة. اللي يريد جملة خلي يجيني مكان بغداد مدينة الصدر القيارة قطاع 21. هاي المعالجات مال الشعر شوفوا لي اياها، كله كوري وياباني، كله اصلي، وكالة مال دبي درجة اولى. شوفوا هذا الزيت جونسون مال اطفال، طبعا هذا شغله يجنن، لا منتج ولا اثنين ولا 10، اكثر من 300 منتج وصلني، يعني اللي يريد جملة موجود عندي غراض خير من. شوفوا لهذا الجمال 1000 دينار بس، معطر شغله يجنن. وهذا بلسم مع القدم، شوفوا هذا معالج مع القدم، 5 قطع بربع دينار، الأسعار يمي فلس ونص. شوفوا هذا 5 قطع بربع دينار، موكو شامبو مع الشعر، وكو مكيف مع الشعر، هذا مكيف مع الرجل، بلسم، هاي أي رجلين خشنة يسويها فول نعوم. دوف الوكالة شرط الأصلي، شوفوا هاي الفوق، تمام، هذا بلسم ومكيف وسيروم، يعني أمانة الله هذا بس 5 دول اللي دخل لها، 4 دول اللي هي أمريكا وبريطانيا، وأنا ما أقرأ إنجليزي، تمام، بعد دولتين ودخل دبي، إحنا جبناه من دبي وزينا الشغلة واحد على واحد. شوفوا ذن الدول اللي وصل لها هذا المنتج، خلنا نراويكم. والله العظيم يعني مصيبة هذا، صدقون ذن 3 تنبيش شامبو مكيف وسيروم سعره 5000 دينار، هذا اذا لقيته ب 15 تاخذون من يم كراتين ببلاش. عايل وياكم ما داخل العراق اصلا، حاليا الوكيل الحصري مال هذا المنتج بالعراق كله هو انا. بدول عمركم رايد منكم شغله واحده، ادخلوا على جوجل بس كتبوا العلامه مالته وشوفوا هذا شنو وش قد سعره. كل المنتجات اللي عندي دخلوا على جوجل وشوفوا اسعارها، شوفوا هسه هذا ايش قد سعره، سعره 3 دولار و10 سنت، يعني سعره 5000 دينار شامبو، شامبو ياباني انا منزله ب 1000 دينار بس، وبالعافيه عليكم. يقول لك من تحكي شاهدك وياك، انا هذا الجوجل موجود، اي منتج تشوفونه عندي اكتبوه على الجوجل وشوفوا ايش قد سعره.